ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات ووضعها في المنازل كزينة؟ ها؟ يقول ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات؟ هذه ميتة، المحنطات هذه ميتات، لا يجوز استعمالها ولمسها لأنها نجسة وميتات، فلا يجوز، هذا عمل لا يجوز، تحنيط الحيوان والطيور وجعلها في البيوت مناظر وزينة، هذا لا يجوز لأنها ميتات. نعم.